أبنائي التلاميذ، أعود إليكم بهذه الفيديوهات التعليمية وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى تصحيح تمارين نصحح التمارين المتعلقة بدرس الغذاء الصحي. نبدأ على بركة الله تعالى، نأخذ القلم ويعني نأخذ قلم الرصاص بهذا الشكل، ندخل إلى هنا ونختار قلم الرصاص طبعا نختار قلم الرصاص الجيد لكي تظهر الإجابة بشكل جيد. جميل، نعم. إذن أذكر الحرف الناقص وأكتبه. هذه وسادة، ما هو الحرف الناقص هنا؟ إذن الواء، حرف الواو، وسادة، نكتبها بهذا الشكل، وسادة، وسادة. هذه ورود، الضمة، نكتب الضمة. موز، ثم نكمل. مكواة، دلو، طاووس، جميل. إذن هذه الإجابة بالنسبة للتمرين الأول. نأتي إلى التمرين الثاني، أذكر الحرف الناقص، أذكر الحرف الناقص وأكتبه. هذا فيما يعني طبعا هذا درس متعلق بحرف الواء والياء. هذا يسمى نايون، هذا الذي ترونه نايون، نايون. إذن ما هو الحرف الناقص؟ هو الياء، نايون. ليمون، الحرف الناقص هو حرف الياء، ليمون. خيار، حرف الناقص هو الياء. سيارة، إذن حرف الياء طبعا وأنتم تكتبون بقلم رصاص. طيور، بيض، جميل. إذن هذه الإجابة النموذجية. هذا هو تصحيح هذه التمارين. حاولوا بارك الله فيكم كما يعني رأيتم في هذا الفيديو أن تكتبوا هذه الكلمات بشكل صحيح وأن تواصلوا مع بقية التمارين. طبعا هذه متعلقة بالربط، أربط بين طرفي الكلمة وأقرأ صنوبر. طبعا هذه هي نختار السطر، نختار السطر. إذن هذا هو السطر، صنوبر بهذا الشكل، صنوبر، عفوا. برتقالة، أين هي؟ هذه هي، نربط هكذا بهذا الشكل طبعا وأنتم تربطون بقلم الرصاص والمسطرة، عفوا. قمر، نربط بهذا الشكل، جميل. إذن أبنائي التلاميذ، هذه هي الإجابة النموذجية والتصحيح بالنسبة لهذا التمرين. من أجاب بهذا الشكل فإجابته صحيحة. أكتب يعني ثانيا أكتب الكلمة في الخانة المناسبة. هنا خانة حرف الياء وهنا خانة حرف الواو. طبعا الكلمة التي فيها حرف الياء نجعلها هنا والكلمة التي فيها حرف الواو نكتبها هنا. نختار قلم الرصاص. أبنائي التلاميذ، أبنائي الأعزاء، نختار قلم الرصاص. يلا، عين، هل نكتبها في الياء أم الواو؟ إذا نكتبها في الياء، عين، بهذا الشكل، عين، جميل، عين. يد، في الياء أم الواو؟ إذن سوف نجد أنها في الياء، يد. وردة، في الواو، وردة.
دات ليث صنوبر وزة حرف الواو. يلا اقتربنا من النهاية، طبعا تمارين بسيطة، ما عليك إلا التركيز. ظبي مع الياء، ظب طبعا تركز فقط وتكون إجابتك صائبة وصحيحة. ظبي. مودة. إذا أبنائي التلاميذ هذه الكلمة الأخيرة، ثم ننزل إلى تحت، هذه الإجابة الصحيحة، من أجاب بهذا الشكل فإجابته ممتازة. نأتي الآن إلى التمرين الثالث والأخير، وهو ترتيب الكلمات. الأم أطباقا حضرت من المأكولات. إذا سوف نجد أن الكلمة هي الأولى، حضرت الأم أطباقا من المأكولات. حضرت الأم أطباقا من المأكولات، جميل. إذا هذه الكلمة الأولى تكتبها هنا، حضرت حضرت الأم أطباقا، عفوا، نختار الممحات لكي نمسح ثم نواصل بسرعة. يلا، إذا هذه هي الإجابة أبناء التلاميذ. طبعا ما عليكم إلا التركيز. هنا الألف بهذا الشكل، أطباقا جميل، من المأكولات. من المأكولات، إذا هذه الإجابة. والفواكه مفيدة، الخضر للجسم. إذا الخضر والفواكه مفيدة للجسم، جميل. الخضر والفواكه مفيدة للجسم. إذا أبنائي التلاميذ هذه الإجابة الصحيحة، هذه الإجابة النموذجية. أشكركم. إذا نصل إلى نهاية هذه الإجابات، أشكركم على حسن إصغائكم ومتابعتكم، وألقاكم في فيديوهات لاحقة بإذن الله. شكرا.